بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الفيديو ده من أهم فيديوهات اللي انت هتسمعها على الإطلاق في الفاينل ريفيجن دي. الفيديو ده اسمه بارتس، هنتكلم فيه عن بارتس اوف سبيتش، يعني أجزاء الكلام. بداية قبل ما أبدأ أتكلم كده، عايزك تعرف يعني أجزاء الكلام. لما أقول لك مثلا I have a car، I يعني أنا، ده ضمير، have يعني أمتلك، ده فعل، a دي ملهاش معنى، دي اسمها article، car دي noun اسم. فانا عايزك تعرف بقى القصة بتاعت الاسم والضمير والقصة دي. عايزك برضو تعرف ان احنا عندنا we have 8 parts of speech، عندنا 8 اجزاء للكلام. اللي هم مين اجزاء الكلام التمانية دول؟ هنتناول واحد بواحد كده، وعايزك تعرف تعريفه بالانجليزي، لان بيجي في الامتحان يقولك a noun is a، a verb is a، وهكذا. اول حاجة كده معانا في parts of speech nouns. انت عارف ان كلمة nouns يعني الاسماء، او noun اللي هو الاسم. الناون ده عبارة عن is a name of، هو اسم، is a name of، a name of هو اسم حاجة من اللي هقولك عليهم دول، الأربع أشياء دول. اسم لperson، اسم لشخص، أو place اسم المكان، أو thing اسم لشيء، أو اسم لidea فكرة، فكرة معينة. زي مثلا أقولك reading is important، reading دي كده اسم. عمر مثلا ده person، كايرو مثلا، my car، كل دي كده تعريف الاسم. يبقى النون تعريفه is a name of a person, place, thing or idea. يجي في الامتحان يقول لك a noun is a، تختار له التعريف ده على طول، ده رقم واحد. طيب امثله للنون زي ما اقول لك car مثلا، دي noun، cat العربي، كلمه car يعني سياره، بالعربي سياره اسم، فهي برضو في الانجليزي اسم. طيب الحاجه اللي بعد كده عايزين نتناقش فيها انواع الاسماء، types of nouns، types of nouns، انواع الاسماء ديت. يعني ايه انواع الاسماء؟ اول حاجه كده عندك حاجه اسمها بروبر ناون. بروبر ناون، تعريف البروبر ناون ده بيقول لك ريفيرز تو ا بارتيكولر بيرسون، بيشير لشخص بعينه او مكان بعينه، فكره بعينها او شيء بمثلا. على سبيل المثال لما اقول لك عمر، انا كده اشرت لك العمر تحديدا. لما اقول لك انجلاند، انا كده اشرت لك لانجلاند تحديدا، انجلترا وعمر دول اسماء. اللي يوضح لك ان بروبر ناون دي تحديدا معناها ايه، لما اقول لك بقى بعد بروبر ناون كومون ناون. كومون ناون، كومن ناون ده الاسم العام بتاع حاجه معينه، بمعنى ان ده هو تعريفه برضو a name of a class. a name اكتبها لك عشان ممكن تحفظها يا ريت، a name of a class of people. الكلام ده هتاخدوه مكتوب، هتلاقيه في الوصف مكتوب في مذكره كده كاتبها بايدي، of people places or things. زي مثلا ما اقول لك على سبيل المثال student، student يعني طالب، ده اسم عام، معرفش مين الطالب تحديدا، معرفش هو ولد ولا بنت. كلمة stage يعني مرحلة، انهي مرحلة بالظبط في التاريخ مش عارف. طيب ما تيجي نعمل جدول كده ونعمل هنا كده proper noun، لا خلينا نبدأ الكومن ناون الأول، الكومن ناون الناحية دي والبروبر ناون الناحية دي. عايزين نعمل كومن ونجيب منه بروبر. على سبيل المثال أنا لما أقول لك بوي، بوي ده كومن ناون، معرفش مين البوي تحديدا. طب لما تقول لي علي، يبقى ده البروبر ناون بتاعه. مثلا كلمة day يعني يوم، اسم عام يوم وخلاص، معرفش هو إيه بالظبط. لكن لما أجي أقول لك Sunday يعني اسم اليوم، يبقى ده يوم محدد معين، كأن common يعني اسم عام وبروبر يعني اسم بعينه معين. لما تيجي مثلا تقول لي city مدينة، مش عارفين مدينة ايه بالظبط، لكن لما تيجي تكتب لي هنا جيزة يبقى حددت لي المدينة. عايزك تاخد بالك ان البروبر ناونز دايما capital، دايما capitalized، لكن الكومن ناون ما تبقاش capital الا لو جت في اول الجملة، او اذا كان هي اسم قصة، اسم رواية، الحاجات بتاعت الكابيتاليزيشن انت عارفها. النوع الثالث من الاسماء الابستراكت، ابستراكت ناون، اللي ضده بالظبط حاجه اسمها كونكريت ناون. الكونكريت ناون اللي هو الاسماء اللي انت ممكن تحسها، يعني اسماء احنا ممكن نحسها بالحواس الخمس، زي بوك مثلا، الكتاب ممكن نمسكه في ايدينا، زي كار السياره بنشوفها وبنمسكها وكده وبنسمعها وقصه من دي. طب الابستراكت ناون، الابستراكت ناون ده الاسم اللي بيشير للاشياء اللي وي كانت اكسبيرينس، يعني لا نستطيع ان احنا نعايشها او نشعر بها وذ senses، ما ننفعش نتعامل معاها بحواسنا. زي مثلا ما نقدرش نمسكها بايدينا كده بالحواس، يعني زي كلمه love الحب موجود لكن ما حدش بيمسكه بايده، respect. مثلا زي كلمه patience الصبر. يبقى عايز تعرف الفرق بين الكومن والبروبر ناون. الكومن ناون اسم عام زي ولد بنت مدرسه كده. طب البروبر ناون امثله على الحاجات دي، تحديد للشيء ده. الابستراكت ناون الاسماء اللي احنا بنحسها بمشاعرنا بس ما نمسكهاش. طب الكونكريت ناون الاسم اللي احنا ممكن نمسكه في ايدينا. طيب يبقى عايز تعرف الفرق بين الاثنين في موضوع الشعور فقط، ده بالنسبه للبروبر والكونكريت ناون. في نوع من انواع الاسماء يا شباب كمان اسمه كولكتيف، كولكتيف
ناون. يعني ايه كولكتيف ناون كده من الاخر؟ كولكتيف ناون زي كلمه فاميلي، فاميلي دي اسم كولكتيف ناون، زي كلمه تيم يعني فريق. الاسماء الكولكتيف ناونز دي معناها كلمه بتشير الى مجموعه، فاميلي الاسره بتشير لافراد الاسره كلهم. طيب حتى تعريفها في القاموس يقول لك a name of a group of people or places or things thought of as one single unit، بنفكر فيهم كوحده معينه. لما يعني تيجي مثلا تقول الجوفرنمنت، جوفرنمنت اهو اسم اهو، بس مقصود في محتوى او يحتوي على الوزارات، فدي اسمها كولكتيف ناون. يجي في جمله معينه I don't like the policy of this government. Government. ويجي يقول لك what kind is the noun government. ايه نوع كلمة government هنا؟ تروح انت قايل له collective noun. طيب كلمة like دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن verb، وهكذا. الحاجة التانية معانا اللي هي اسمها pronoun. pronoun اللي هو الضمير. وانت عارف ان لما اقول لك مثلا هاني، هاني is tall، هاني ده الاسم، احنا ممكن نشيل هاني ده ونحط مكانه هي، هي بقى اسمها بروناون. عملنا احنا شلنا الاسم وحطينا مكانه الضمير. فعشان كده تعريف الضمير بيقول لك a pronoun is a word، عباره عن كلمه used in place of، بنستخدمها في مكان a noun، في مكان الايه؟ الاسم. شلنا اسم زي هاني وحطينا مكانه ضمير. طيب انواع الضمائر دي يا جماعه مين؟ اول حاجه احنا عارفين حاجه اسمها object، object pronouns، يعني ضمائر المفعول. ما انت عارف ان كلمه اوبجكت معناها مفعول، لازم تبقى حافظ دي. ضمائر المفعول اللي هم مين؟ لما اقول لك مثلا تيك مي خذني، تيك هيم خذه، تيك اس خذهم، تيك زم خذهم. طبعا تيك اس خذنا، تيك زم خذهم، تيك هير خذها، ذيس از يور كار تيك ات خذها برضو. فالناس دي كده اسمها اوبجكت بروناونز. خد بالك عشان في الامتحان بيديك جمله يقول لك مثلا منى lost her new car. هو كلمة her new car ديت عبارة عن ايه؟ ديت صفة ملكية. اللي عرفك ما هو اصل her دي صفة ملكية بيجي بعدها اسم اللي هي new car. فلو انت مش فاهم هيقول لك مثلا طلع لي object pronoun تنتش له دي، يبقى انت كده غلط. ركز في الكلام ده كويس. طيب في هنا ملحوظة مهمة عايزك تعرفها. كلمة her دي حاجة من الاثنين، اما ان هي تكون ضمير مفعول او ممكن تكون صفة ملكية. عشان تبقى ضمير مفعول، عشان تبقى صفة ملكية الاول، فالصفة لازم يكون بعدها اسم. فتقول لي هير كار مثلا سيارتها. عشان تبقى ضمير مفعول انت عارف ان المفعول بيجي بعد الفعل، فاحنا بنجيب فعل وبعدين ضمير مفعول. فاقول لك مثلا هيلب هير تيك هير. خد بالك عشان الكلام ده ممكن يلخبطك في الامتحان. طيب يبقى اول نوع اتفقنا عليه اللي هو الاوبجكت بروناونز. النوع الثاني اللي هو سبجكت. سبجكت يعني ايه؟ يعني فاعل. سبجكت بروناون يعني ضمير فاعل. مين ضمائر الفاعل؟ اللي احنا بنحطهم مكان الفاعل. لما تقول لي مثلا علي بلايز فوتبول، مين اللي بيلعب؟ مين اللي بيلعب كره؟ علي. فاحنا ممكن نحط مكانه هي او شي لو كان بنت، وات وي وزي ويو، الناس اللي انت عارفهم دول، دول اسمهم سبجكت بروناونز. النوع الثالث معانا اسمه بوزيسيف بروناونز. الاول بروناونز، وفي حاجه ثانيه اسمها بوزيسيف ادجكتيفز. ايه الفرق بين الاثنين؟ انت عارف ان كلمه صفه يعني لازم بعدها اسم، فلما تقول لي بوزيسيف ادجكتيفز يعني انت لازم تجيب الضمير ده او الصفه دي وتجيب بعدها اسم. بمعنى لو انا عايز اديك مثلا الاول مين هم البوزيسيف ادجكتيفز، اللي هم ماي يور هيز هير اور زير، الناس دي كده اسمها صفات ملكيه، فلازم يكون بعدهم دايما اسم. على سبيل المثال عايزك تقول لي سيارتي، فهتقول لي ماي كار، ما ينفعش تقول ماي وتسكت. طب كتابك، فهتقول لي يور بوك. كتابها، فتقول لي هير بوك، وهكذا. يبقى احنا متفقين ان البوزيسيف ادجكتيفز اللي هي صفات الملكيه. طب مين البوزيسيف بروناونز؟ دي اللي اسمها ضمائر الملكيه. مين ضمائر الملكيه؟ هكتبهم لك تحت هنا. عايز تعرف ضمائر الملكيه اللي هم ماين يورز اورز هيرز والعيله دي. فلما اقول لك ذس نو كات از يورز، كلمه يورز دي، كلمه يورز دي اسمها ضمير ملكيه. طب لو انا قلت لك في جمله ثانيه ذس از يور نيو كات، كلمه يور جبنا بعدها اسم، يبقى دي صفه ملكيه. يبقى صفه الملكيه بيجي بعدها اسم، ضمير الملكيه ما يجيش بعده اسماء.
طيب النوع اللي بعد كده عندك حاجه اسمها ريفلكسيف، ريفلكسيف بروناون. مين الريفلكسيف بروناون؟ الى ضمائر منعكسه اللي هي ماي سيلف، انت حافظهم اكيد، يور سيلف وهكذا. المشكله اللي انت هتواجهها هنا يا صديقي مش في انك مش عارف، المشكله انك انت عارف الكلام ده بس ما تعرفش الكلام النظري بتاعه. وبالتالي البروناونز يا اولاد ممكن نلخصهم في الاتي: اول واحده كده اللي هي سبجكت بروناونز، ده رقم واحد. النوع الثاني اوبجكت بروناونز. النوع الثالث بوزيسيف، دول معانا منهم نوعين اثنين، في بوزيسيف بروناونز، وفي النوع الرابع اللي هو اسمه بوزيسيف ادجكتيفز، وعندك النوع الخامس اللي هو اسمه ريفلكسيف بروناونز. طيب احنا كده معانا كام نوع؟ خمسه. سريعا كده فكرني بيهم يا عم، افكرك بيهم. حاضر، بص يا سيدي هنقولهم تاني سريعا: السبجكت بروناون ضمائر الفاعل اللي هي اي وي يو هكذا، الاوبجكت بروناون اللي هي ضمائر المفعول اللي هي مي هيم هير وهكذا. الحاجه اللي بعد كده معانا البوزيسيف بروناونز اللي هي ضمائر الملكيه، خد بالك ضمير يعني مش محتاج بعده اسم، اللي هو كلمه ماين ويورز وهيرز وهكذا. طب البوزيسيف ادجكتيف، ادجكتيف يعني انت محتاج بعده اسم، لان الصفه لازم بعدها اسم، اللي هي زي ما اقول لك ماي كار، يور كار، هير كار وهكذا. الكلام ده تكتبه، طب اكتبه منين؟ انا كاتبه لك في الكشكول، هتاخده او هصوره واحطه لك على في الوصف، وانت حضرتك هتنقله في كتابك، لازم تكتب الكلام ده. ريفلكسيف بروناون ضمائر منعكسه اللي هي ماي سيلف، اور سيلفس وهكذا. طب ده بالنسبه لموضوع البروناون. ادخل بقى على حاجه ثانيه مختلفه اللي هي موضوع الفيربس، وركز معايا في الفيرب عشان احنا هقول لك على كذا ملحوظه مهمه فيه. كلمه فيرب ده يعني لما اقول لك مثلا اي بلاي فوتبول، انا بلعب كره القدم، حلو. طب لما اقول لك اي ام ساد، انا اكون حزين. لاحظ ان الجمله الاولانيه دي بتوصف لك اكشن، بتوصف لك حدث اللي هو انا بلعب. طب الثانيه دي بيقول لك اي ام ساد، بتوصف لك ستيت يعني حاله. فمعنى كده ان الفيرب تعريفه يا شباب، الفيرب ده عباره عن اورد، عباره عن كلمه، ذات ديسكرايبس عباره عن كلمه بتوصف ان اكشن، بتوصف حدث زي ما انت قلت لي هنا في الاول في بلاي، اور بينج، او ساعات يقول لك اور ستيت اوف بينج او كون. طيب احنا عندنا في اللغه الانجليزيه اصلا في حاجه اسمها مين فيرب، في حاجه اسمها مين فيرب. يعني ايه مين فيرب؟ يعني فعل اساسي. وفي حاجه اسمها هيلبنج فيرب، عايزك تفهم الكلام ده الاول قبل ما تحفظه. المين فيرب لما تقول مثلا اي كان سليب ويل، انا بعرف انام كويس، كان دي فعل يعني يستطيع، وسليب ده فعل يعني ينام، بس كلمه ينام الفعل الاساسي، لكن كلمه كان الفعل المساعد، وانت لو حابب تستغني هتستغني عن المساعد فتقول اي سليب ويل. طيب فعايزك تفهم كده ان احنا عندنا حاجه اسمها مين فيرب وحاجه اسمها هيلبنج فيرب. الحاجه اللي بعد كده كمان عايزك تعرفها ان الفيرب لازم يتفق مع الفاعل، بمعنى لما تقول لي مثلا اي از سام، ينفع اقول كده؟ لا ما ينفعش، كده ما فيش اتفاق بين الاي وبين از، الاي بتاخد معاها ام، فعشان كده بقول لك ان الفيرب، ان الفيرب ماست اجري ويز، يعني لازم يكون في اتفاق بينه وبين ذا سبجكت، سبجكت اللي هو الفاعل اللي في اول الجمله. طيب الهيلبنج فيربس دول اصلا ثلاث كاتيجوريز، هيلبنج فيربس احنا مصنفينهم في ثلاث تصنيفات في اللغه. التصنيف الاولاني يا شباب في ثلاث افعال بس، التصنيف الثاني في 10 افعال كاملين، التصنيف الثالث في ثلاث افعال، يبقى انت عندك كده 16 فعل هيلبنج فيربس. التصنيف الاولاني اللي هو فيه ثلاثه بس ده اسمه برايمري، برايمري هيلبنج فيربس. مين هم البرايمري هيلبنج فيربس دول؟ اللي هم الفيرب تو بي والفيرب تو هاف والفيرب تو دو، الثلاثه دول اسمهم برايمري. طب ال10 دول بنسميهم مودال فيربس، طيب اللي هي افعال ناقصه يعني، اللي هم مين بقى دول؟ اللي هم كان والماضي منها كود، اللي هم ويل والماضي منها ود، اللي هم شال والماضي منها شد. عندك كده سته، عندك ويل قلنا ود وماي، عندك ماي والماضي منها مايت، وعندك ماست، وعندك اوت تو، لو عديت دول يطلعوا معاك 10. طيب النوع الثالث بقى اللي هم بنسميهم سيمي، وخد بالك من الهايفن دي كده، سيمي هيلبنج. مين هم السيمي هيلبنج دول؟ اللي هو كلمه نيد وكلمه دير اللي معناها يجرؤ وكلمه يوزد تو. يبقى انا متفق كده يا مستر ان انا عندي الفعل نوعين، في فعل مساعد وفعل اصلي. الفعل المساعد ده
او الفعل الاصلي ده اللي هو تعريفه بيوصف لي state of being او action. طب الهيلبنج فيرب هم ثلاث انواع، في منهم برايمري وفي منهم مودل وفي منهم سيمي هيلبنج، ولازم احفظ دول. لا انا مش هحفظ يا مستر، مش فاضي، خلاص اكتبهم في كتابك وخدهم معاك الامتحان. طيب بالنسبه للمين فيرب، عايز تعرف عنه كم ملحوظه كده برضو بتيجي في الامتحان. المين فيرب ده هو الفعل اللي بياخد اللي معنى. طيب في منه بقى حاجه اسمها ترانستيف. ترانستيف يعني ايه؟ ترانستيف يعني فعل متعدي. يعني ايه متعدي؟ يعني لازم نجيب بعده مفعول. بمعنى انت لما تقولي مثلا اي سو، يعني انا رايته، ينفع تقول دي وتسكت؟ لا، لازم تقولي مثلا اي سو ابوي، فده الفعل، ده فيرب. طب نوع ايه الفيرب ده؟ ده نوع ترانزيتيف. طب ايه اللي خلاك تقول عليه ترانزيتيف يعني متعدي؟ يعني لانه لازم يكون بعده ابوي اللي احنا قلنا عليها اسمها اوبجكت يعني مفعول. فكلمه فعل متعدي معناها ان الفعل اللي لازم يكون بعده مفعول. النوع الثاني اللي عكس ده اسمه ان ترانزيتيف. يعني ايه ان ترانزيتيف؟ اللي هو الفعل لازم. يعني ايه بقى فعل لازم؟ يعني مش محتاج مفعول. فلما تقول لي هي دايد يعني هو مات، خلاص انا فهمت ان هو مات، شكرا الموضوع انتهى. طيب في افعال يا شباب ممكن تكون ترانزيتيف وان ترانزيتيف في نفس الوقت، زي مثلا ما تقول لي مثلا شي سبيكس، شي سبيكس يعني هي تتحدث، خلاص انا فهمت ده كده لازم، كده كده بالمنظر ده بقى لازم. لكن لما تقول لي شي سبيكس انجلش، ما دام انت ذكرت لي في الجمله مفعول يبقى ده فعل كده متعدي. بس الجمله الاولانيه بقول لك شي سبيكس يعني هي تتحدث، جبت لك مفعول، لا يبقى ده كده لازم مش متعدي. طب لو انت تقول لي شي سبيكس انجلش، هي تتحدث اللغه الانجليزيه، ده متعدي بدليل وجود المفعول. مين المفعول؟ انجلش. فعايزك تفهم كده الجمله دي كلمه سبيك في الجمله الاولانيه لازم، لكن في الثانيه متعدي. طيب حاجه كمان برضو في انواع الفعل لازم تبقى عارفها، في حاجه اسمها دايناميك فعل. الكلام ده انا عارف انه كبير عليكم، بس غصب عني لازم اخليك تمر عليه لانه ممكن يجي في الامتحان، وممكن ولا كلمه من اللي انا بقولها دي تيجي في الامتحان، ولكن عليك تدخل الامتحان وانت مطمن، ما انتش خسران حاجه لو كتبتهم في كتابك. في دايناميك فيرب وفي ستيتيف فيرب. يعني ايه بقى الفرق بين الاثنين؟ معلش، الدايناميك فيرب ده اللي هو الفيرب اللي بيشير لاكشن. طب الستيتيف الفيرب اللي بيشير لستيت اوف بينج، يعني لحاله. بمعنى ايه بقى؟ دايناميك فيرب مثلا لما نقول شي كوكس ميت، يعني هي بتطبخ لحمه، ايه الحدث اللي بيحصل؟ الطبخ، يبقى كلمه كوك دي اكشن. طيب امال ايه ستيتيف؟ اسمع بقى الكلمتين دول كده. ستيتيف فيرب ده اهو ديسكرايبس ا ستيت، عشان هو فيرب يعني ا ستيت، بيوصف حاله. الحاله دي بتكون حاله من التشينج، التغير. ما ايه مش فاهم برضو، اسمع مني كده الجملتين دول. لما اقول لك مثلا في جمله علي سيمز، علي سيمز ساد، يعني علي يبدو حزينا. وصف علي ايه دلوقتي؟ الوصف اللي احنا بنوصف حالته ايه دلوقتي؟ الحزن. طيب مين الستيتيف فيربس؟ الستيتيف فيربس دول مجموعه كبيره كده انا كاتبهم لك برضو، بس انا هقول لك منهم. على سبيل المثال كلمه ريزمبل يمثل، كلمه سيم يبدو، سربرايز سي يرى، هير يسمع، بليز يعني يسعد او يسر، كونتين يحوي. طيب عايزك تعرف ودي مهمه، الستيتيف فيرب الستيتيف لا ياتي في المستمر، لكن الدايناميك ياتي في المستمر، خد بالك من دي كويس. طيب اخر حاجه خلص في موضوع الفعل ده، عايز تعرف ان في حاجه اسمها لينكينج فيربس. يعني ايه لينكينج فيربس؟ اللينكينج فيرب ده هو اللي بيربط الفاعل بما نصفه به. يعني تاني كده، تاني، ات لينكس ذا سبجكت، بتربط الفاعل تو وات وي سي اباوت ات، بتربط الفاعل بالكلام اللي احنا بنقوله عنه. على سبيل المثال لما انت تيجي مثلا تيجي لي في جمله وتقول لي زي ار دكتورز، الفاعل مين؟ زي، انت بتقولي عنهم دكتورز، فانت ربطت لي كلمه زي باللي انت بتقول عنهم باستخدام الفيرب تو بي. واحده ثانيه، شي از تول، انت بتحكي لي عن شي ان هي تول، دول اللي يهموني في الجمله، صح؟ انت استخدمت كلمه از عشان تربط الاثنين دول ببعض. طيب حاجه كمان برضو، عمرو از ساد، انت ربط بتوصف لي عمرو ان هو حزين، فالفيرب تو بي ده هو موجود عشان يربط الاثنين ببعض. فاللينكينج فيرب من الاخر هو اللي بيربط الفاعل بالفعل. طيب الموضوع مش صعب ولا ممل، اللينكينج فيربس اللي هي الفيرب تو بي والناس دي. طيب الحاجه اللي بعد كده معانا، او قبل ما امشي من هنا، احنا اتفقنا
ان الفعل سريعا عشان نفكر بعضنا بالكلام كده، ان الفعل ان الفيرب ده في نوعين منه، في مين فيرب وفي هيلبنج فيرب. قلنا ان الهيلبنج فيرب دول ثلاث فئات، في برايمري اللي هم ثلاثة، وفي سيمي، وفي في مودال. طيب المين فيرب ده قلت لك خد بالك ان في منه ترانسيتيف وفي منه ان ترانسيتيف وفي منه دايناميك وفي منه استيتيف وفي منه لينكينج. الموضوع مش محتاج منك غير انك تحفظ بس الكلام ده عشان تعرفه. حلو. طيب الحاجه اللي بعد كده رقم خمسة، احنا اقتربنا خلاص من نهايه الفيديو معلش استحمل، اللي هو الادفيرب. مين الادفيرب ده؟ الادفيرب ده اللي هو الظرف. الظرف ده بيوصف حاجه من ثلاثه، اسمع من التعريف عشان لما يجي في الامتحان. ا وورد يعني عباره عن كلمه ذات موديفايز اور ديسكرايبس. ما انت عارف ان موديفاي هي وديسكرايب دول حته واحده، واحده من ثلاثه. الظرف ده بيوصف واحد من ثلاثه، اما ان هو بيوصف فيرب او بيوصف ادجكتيف او بيوصف انذر ادفيرب. لما يجي لك كلمه بتوصف الثلاثه دول دي اسمها ظرف على طول. طيب خد بالك ان هو نيفر ديسكرايبس اناون، الظرف عمره ما بيوصف اسم اطلاقا. فاكر انت لما يكون مثلا شي انترستنجلي انسر يعني اجابه فعل فخدنا قبله ظرف. طيب اقول لك مثلا هاي لي، في هنا جي اتش طبعا كلناها، هايلي كواليفايد، كواليفايد صفه فجبنا قبلها الظرف. دي الفكره بتاعت الظرف. طيب انواع الظرف ده بقى يا شباب، انواع الظرف ده تايبس بتاعته، تايبس بتاعته رقم واحد في ادفيرب اوف مانرز، وهكتبهم لك الاول وبعدين نبقى نشرح. اوف ديجري، اوف ديجري، والنوع الثالث ثلاثه اوف تايم، والنوع الرابع اوف بليس. لاحظ كده ان انت عندك adverb of manner و adverb of degree و adverb of time و adverb of place من غير اي نصحة ولا فقاقة. adverb of time يعني بيوصف الوقت اللي حصل في الشيء، فلما يجي لك yesterday ده ظرف زمان. طيب لما يجي لي كلمة now ده ظرف زمان. طب المكان اقول لك I went everywhere but I didn't find anything، في كل مكان. everywhere ديت ظرف مكان. طيب كلمة here تعالى هنا ده ظرف مكان. طب he went outside ذهب للخارج ده ظرف مكان. طيب امال ايه ديجري؟ ديجري دي بيوصف لك درجه الشيء. لما اقول لك مثلا شي از فيري تول يعني هي تكون طويله جدا، درجه الطول ده جدا. لما اقول لك هي از كوايت ساد حزين الى حد ما، الحزن الى حد ما. طيب هنا اي طبعا وبعدين اي في الاخر اي. طيب المانرز بقى بيوصف لك الادفيرب اوف مانر بيوصف لك الطريقه، مانر يعني واي، الطريقه اللي الشخص عمل بها الشيء. لما اقول لك مثلا شي سانج سادلي يعني هي غنت بحزن. لو انا سالتك كيف غنت هتقول لي غنت بحزن، الطريقه اللي هي غنت بها الحزن. يبقى انت عندك يا صديقي الظرف منه كام نوع؟ اربعه. اوف مانر بيوصف الطريقه، ديجري الدرجه، تايم الوقت، وبليس المكان. طيب بعد كده في ملحوظه كمان في موضوع الادفيرب اوف تايم، برضه عايز اقول لك على كل حاجه عشان ما نعديش حاجه. ادفيرب اوف طيب الادفيرب اوف تايم ده بيوصف او ليه عايز تعرف عنه نقطتين. تيلز ذا تايم وين سمثينج هابنز وتيلز هاو ماتش سمثينج هابنز. بمعنى لما تقولي اي سليب ايرلي انا بنام مبكرا، ايرلي دي ظرف مكان ظرف زمان. طيب لما تقولي مثلا اي نيفر هيلب علي، اي نيفر هيلب علي، كلمه نيفر دي ظرف. فبيقول لك انك لو سالتني قلت لي كم مره او كم عدد المرات انت بتساعد، هوقفن بقى عشان عايزين نقول كم مره معذره، هوقفن كم مره بتساعد علي، فانا بقول لك انا عمري ما بساعد علي. فلما تكون الاجابه على سؤال بهوقفن يبقى ده ظرف. واحده ثانيه برضو لو انا سالتك قلت لك هاو اوفن دو يو ما اعرفش ايه كده، فانت قلت لي سام تايمز يعني احيانا، اي كلمه هتستخدمها علشان تجاوب على سؤال هوقفن الكلمه دي اسمها ظرف من ظروف الزمان. طيب الحاجه اللي بعد كده برضو المهمه اللي معانا البري بوزيشنز، ودي حاجه قبل الاخيره قبل الاخيره. البري بوزيشن، البري بوزيشن ده اللي هو حرف جر، دي الحاجه رقم 6، احنا قلنا هم 8. حرف الجر ايه تعريفه ايه ده؟ بيقول لك از ا وورد عباره عن كلمه، بليسد بتوضع، بيفور ركز لي قوي على كلمه بيفور دي، ا ناون اور
a pronoun، يعني كلمة بنحطها قبل الاسم أو الضمير. على سبيل المثال زي كلمة باي، زي كلمة ويز، زي كلمة اوفر، زي كلمة اون. لما أقول لك مثلا بوت ذا بوك باي ذا دور، يعني حط لي الكتاب باي ذا دور، يعني بجوار الباب. باي دي بقى اسمها بريبوزيشن. الحاجة رقم 7 وهي حاجات خفيفة الباقيين بقى، الكونجنكشن اللي هي الروابط. دي معناها الروابط. عايزك ساعة ما تلمح كلمة جوين تفهم ان الراجل بيتكلم على الروابط على طول. طب ليه؟ بقول لك ان الكونجنكشن از ا وورد، از ا وورد عبارة عن كلمة ذات جوينز، يعني بتربط كلوز اللي هي العبارات يعني، اور فريزز. طيب على سبيل المثال اي لوست ماي مثلا كات سو اي كرايد. كلمه سو دي اسمها كونجنكشن، اسمها رابط. الحاجه الاخيره بقى اخر حاجه خلص رقم 8 اللي اسمها انترجكشن. دي تي انترجكشن. ايه الانترجكشن دي؟ اللي هي بكلمه تانية اسمها اكسكلاميشن. ايه الاكسكلاميشن والانترجكشن دي؟ بقول لك الكلمه اللي بنستخدمها تو اكسبريس، لكي نعبر عن ايموشن، لكي نعبر عن المشاعر. فلما تقول لي واو دي كده اسمها انترجكشن، لما تقول لي او انترجكشن برضو، لما تقول لي هاو كم او هاو دي اسمها انترجكشن. وبكده احنا اتكلمنا عن الثمان بارتس اوف سبيتش. هسألك سؤال بقى سريعا كده او شوية دردشة كده. I don't meet my friends because of their being busy. طب ما تيجي نشرح الجملة دي. اول حاجة كده I ضمير، don't كلمة من كلمات النفي، فعل مساعد يعني ده مودل، meet يعني يقابل، ده verb بيوصف اكشن ولا بينج؟ لا اكشن. ماي فريند يبقى دي كده صفه ملكيه، يعني دي بوزيسيف ادجكتيف. طيب بيكوز اوف دي اسمها كونجنكشن. يعني ايه كونجنكشن؟ يعني رابط. زير بينج يعني كونهم، يبقى ده برضه صفه ملكيه، يبقى بوزيسيف ادجكتيف. بينج فيرب تو بي مضاف اي ان جي، بيزي مشغول، دي عباره عن ادجكتيف. طيب واحده ثانيه، اي ديد بادلي ان ذا اكزام. Your performance is bad. هو في الجملة الأولانية كلمة bad ديت عبارة عن إيه؟ أنت بتقول أنا أديته بشكل سيء، يبقى bad دي كده عبارة عن ظرف للأداء بيوصف بيه الفعل يعني. Your performance is bad. bad دي عبارة عن adjective، لكن الظرف اسمه adverb. الموضوع ده يا جماعة سهل ولطيف وخفيف وعسل خالص. أتمنى لكم التوفيق. طبعا دي آخر فيديوهاتنا معاكم اليومين دول، مش ده طبعا يعني، احنا لسه هننزل فيديوهات النهارده ان شاء الله وبكره. اتمنى لكم التوفيق، لا تنسوني من دعائكم. ربنا ييسر لكم الامور يا رب، وكل امتحان بردا وسلاما عليكم، ويسعدنا ويسعدكم. زياده في التاكيد يا شباب، انا بعد ما سجلت الفيديو ورفعته عشان ارفعه على اليوتيوب، رجعت فكرت ان الموضوع ممكن يكون كتير عليك، فرجعت في كلامي وعملت حاجه سريعا كده اختصر لك فيها الموضوع كله في دقيقه واحده. بص يا غالي، انت عندك البارت اوف سبيتش اللي هم اجزاء الكلام دول. اجزاء الكلام دول عايزك تعرف ان هم كالتالي، ممكن يكونوا 8 اجزاء، 1 2 3 4 دي هو ناون بروناون فيرب وادفيرب، الاربعه التانيين اللي هو ادجكتيف بريبوزيشن كونجنكشن انترجكشن. كلام خلصان كده. طيب اول حاجه كده عايزك تعرف عن الناون ايه بالظبط، احفظ ايه واكتب ايه في كشكولي. اكتب ان الناون ده ممكن يكون واحد من دول، وان الناون ده عباره عن اسم لشيء او فكره او لشخص. طيب دي حاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه تعرف لي ان هو مين كومون ناون ومين بروبر ومين كونكريت، وامثله على كل واحده عشان لما يسالك في امتحان الكلمه دي تعتبر ايه منهم تبقى انت عارف انت بتحكي عن ايه. الحاجه الثانيه بقى البروناون. البروناون اللي هو الضمير، ممكن ضمير فاعل، ممكن ضمير مفعول، ممكن يكون ضمير ملكيه، وممكن يكون صفه ملكيه. افهم الفرق بين الاثنين كويس. ممكن يكون ضمير منعكس. طيب اعرف ايه عن الفعل؟ ان عندي نوعين من الافعال يا عم، عندي الفعل الاساسي وفعل مساعد. الفعل المساعد ده الفعل الاساسي ممكن يكون دايناميك اللي هو بتاع الفعل اللي بيوصف حدث، او ترانزيتيف اللي هو مش اللي هو المتعدي، او انترانزيتيف اللي هو اللازم اللي مش عايز مفعول، والمفعول يعني اوبجكت، ولينكينج فيرب اللي هو زي الفيرب تو بي، وستيتيف اللي احنا قلنا عليهم قائمه طويله وهتلاقيهم موجودين في ورقه الوصف اللي تحت. في افعال مساعده اللي هي هيلبنج، وتعرف ان هم ثلاث انواع، وان دول ثلاثه ودول ثلاثه، لكن الموديل دول 10. طيب فيما يتعلق بالادفيرب بالظرف، اعرف لي ان هو في ظروف ديجري درجه
زي فيري وكوايت وكده، وفي ظرف تايم اللي هو بيعبر عن حاجه من الاثنين، يا اما الوقت اللي حصل فيه الشيء، يا اما هاو اوفن الشخص بيعمل الحاجه. في مانر اللي هي اجابه للسؤال بتاعت هاو، او بيوصف لك زاويه الطريقه اللي الشخص عمل بها الشيء. وفي ظرف بيوصف المكان زي افري وير وهير وزير وهكذا. طيب عندك كمان الصفه، ركز في ان الكلمه صفه دي، ان صفه كلمه بتوصف، ركز في ده عشان دي ملحوظه مهمه. الصفه كلمه بتوصف الاسم، الصفه توصف الاسم دايما. طيب البوزيشن حرف الجر اللي بيكون بيفور، يعني قبل الاسماء، قبل الضمائر. طب الكونجنكشن الرابط، عايزك تعرف ان الرابط ده كلمه بتساوي كلمه جوين، يعني زي كلمه اند وكده. طب كلمه انترجكشن اللي هي معناها ايه؟ ان الاكسكلاميشن، انك تلاقي عندك اكسكلاميشن مارك. انا في عجاله كده حاولت امر عليهم مره سريعه بحيث ان الموضوع يكون بالنسبه لك مفيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ربنا يجعل تعبكم مفيد ان شاء الله رب العالمين.